وانزل معاك. طب والشغل اللي في ايدك؟ الشغل عمره ما بيخلص. يعني نسيت سلمى بقى لوحدها؟ طب بنزل انا كمان معاكم. والله فكرة، كلنا بقى نسيب الشغل والغنم وكل حاجة، ما احنا خلاص اخدنا على الدلع. والله أول مرة تقولي حاجة صح. ها، إيه رأيكم؟ تجنن. إيه بقى الوجاهة دي؟ البركة فينا، أنا اللي طولتهم لك وضيقتهم لك. يلا يا حسن، إحنا مش هنتأخر، راجعين على طول. عزة، سلمى، يلا يا بنتي. وجع القلب. لا عربية، لا طب ما تقول دوري. جنيه 35 قرش في التوفيق. كتر خيرك يا عم عادل. لا الباقي 15 جنيه 35 قرش. ليه بقى؟ مش 4 صابون؟ ايوه. 7 زيت؟ ايوه. واخد 13 حته جلد و40 بيضه؟ ايوه. لا مؤاخذه، لا مؤاخذه. طب وظيفتك معاك. عندك عندك يا حاج. يلا. مع السلامة حسرة البركة. الله يبارك فيك. الجورنال والنبي يا عم عادل. زرتها أول امبارح ست وفاء. زي بعضه هاتوا. بس الجرايد تيجي هنا يوم و10 لا. ما تخلص طفاه. كتر خيرك، كتر خيرك. في ايه مالك؟ وقفك. تعالي تعالي. اسوق انا؟ اسوق انا؟ لا خلاص مفيش حاجه. لا ما تخافيش، انا سواق بريمو. ما تخافيش، يلا كفي. اقول يا جماعه كده رجعنا عينك فوق النجا. تعالى انت بقى شايفه كده؟ الجماعه ده شغال عندهم. يا عالم ده، يا ريت الواحد يستنى شغلانه يشتغلها زي كده. طبر. ايه الشطاره دي كلها؟ متشكر. لا انت لازم تعلميني بقى. لما يبقى عندك وقت. الجميل مكشر ليه؟ مفيش. لا في، انا عارف. عارفه هو انا على بالك خالص. الله 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 الله، ايه الكلام ده؟ ده انت ست الكل. ايوه. زعلانه مني؟ زعلانه مني؟ مع اني انا مش عارف انت زعلانه مني ليه، لكن حقك عليا. اخر كلام؟ اخر كلام. طب ماشي سامح. على فين؟ دي شنطة الأسرار بتاعتي. عفوا، محدش شافها قبل كده ولا حتى ماما. كويس أوي. الله الله الله، إيه ده؟ حاجات دي حاجات ماما؟ لا حاجاتي. دي حاجاتك؟ آه. طب ما بتستعملهاش ليه؟ بستعملها بس في السر انا لوحدي، عشان بابا ما كانش بيحب ان انا احط مكياج.
وانا ما بحبش ازعل. احسن شكلك كده احسن مش متمرن. وده كمان عمر الشريف. الى حبيبتي سلمى. عمر الشريف ده عمر الشريف اللي بعت لك؟ عمر اللي بعت لك الصوره؟ انا اللي كتبتها لنفسي. سلمى بعت لك صورتي وما ردتيش عليا. قعدت منتظر ثلاث ساعات امبارح على القطر وما جيتيش. اول ما هتخرج على اللي انت عايزاه. بحبك. ايه كل الشراب دي؟ عبد الحليم؟ اسمع بحبه قوي بموت فيه. انا ما حبيتش قبل كده بس عرفت يعني ايه حب من كلام اغانيه. خد الكاسيت ليكم عشان بقى تسمعوا تبقى تفتكرني. تجربة السجن دي شرخت كامل من جوه. لما كنت بزوره الفترة الأخيرة كان وقت الزيارة يمر من غير ولا كلمة، كأن ما بقاش في كلام يتقال. لما رحت له في آخر زيارة وعرفت إنه مات صدمت صدمة كبيرة قوي شلت كل تفكيري. فضلت مدة مش عارفة أعمل إيه غير إني أقعد تحت الشجر والماء يسترعى حواليا. تقعد بحلق لي مقلي. عارف المايز لها عيون فيها حزن غريب. بعد فترة حسيت اني ما بقاش في حاجة تهمني كتير. لا كامل ولا البيت ولا الارض ولا حتى سلمى. ولقيت عندي رغبة غريبة. حسيت اني عايزة مقمق زي المايز. ما تضحكش. الأفكار المجنونة ممكن تيجي لأي حد حاسس بوحدة. وحدة حقيقية. أنت فاهمني؟ طبعًا فاهمك. أنا مش عارفة بقولك الكلام ده كله ليه. حاجة هبلة والسلام. بحبك. حاضر يا عزة. حاضر.